الله الرحمن الرحيم. في كل مناسبات وفي مناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن تتقدم بلدية العيون بشراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية من أجل عملية إعذار لفائدة أبناء المعوزين. وهذه العملية التي كان من بينها من مجموع منخرطيها حوالي 200 شخص التي كانت مقسومة على شطرين في هذه في التي حيث أنه أصبحت في اليوم هذا أنه سيقوم بعملية إعذار حوالي 112 شخص. أما ما تبقى سيكون في يوم 31 من الشهر من نفس الشهر. وكما ترون أنه الأجواء كانت أجواء جيدة وكما أنها كان عليها إقبال بمقارنة بالسنوات الماضية إقبال وكانت التسويل في جو مريح من الفرحة والبهجة والسرور لفائدة هذه الأبناء وذويهم. حاجة نشكروا هذا الناس يعني المهتمين بهذا المجال هذا تعالى خاتمة الأطفال وهي من سنة الأنبياء ونشكرهم جزيل الشكر يعني مبادرة طيبة يعني في المستوى وقيمة يعني استفاد منها يعني عدد كبير من مدينة من أطفال مدينة العيون يعني والفضل يرجع لهاد الناس لله عز وجل ثم لهاد الناس الله يجازيهم. نعاود مرة أخرى سيدي توفيق توفيق الله يسخر.